أمير من كتر بشاشة وشه اللي ملهاش حصر وعبارة عن قنبلة طاقة إيجابية ماشية في القصر، كنت حاسة إنه لو كان يطول يخترق الشاشة ويلطشنا ألمين كان عملها. يعني حس بالصدفة إن سيدة البلاط دي سعيدة نوعا ما، اللي هو وانت مش عايشة معانا ولا ايه؟ هو انا الوحيد اللي مش مرتاح؟ هي العصافير دي اللي مخلياكي متفائلة على الصبح؟ اقتلي العصافير. بعدين بقى في لقطة تانية كان قاعد في مجلس علم وبيعلم شباب الطبقة الراقية، لمح واحد سرحان ويا عيني مبتسم الامير، اللي هو انا الوحيد اللي مش مرتاح؟ ايه يا شبل ما تفرحنا وتقول لنا ايه اللي مخليك منشكح كده؟ قال له اصلا انا هقابل شخص ما قابلتوش بقالي فتره طويله. فالامير له طب صدقني لاعمل امتحان مفاجئ ومش هتمشوا من هنا غير لما تسلموا الاجابه الصحيحه، وبقى سلم لي بقى على صديقك ده لو قابلته. وعشان زمان كانوا بيفتكروا ان سبب لعنه الجفاف ان الامير لسه عازب، فكبار رجال الدولة قعدوا يضغطوا عليه عشان يتجوز. قال لهم انا الوحدي اللي اتجوز؟ لا، البلد كلها تتجوز، نكدوا على الناس كلها. وفعلا الامير اتجوز سوري فيك عشان يرضي المملكة وسلالة العائلة الكرام. وفي خلال ان هو طلع يعمل طقوس للمطر، نائب الوزير سلط عليه ناس تقتله، كل جنوده ماتوا وهرب بالعافية ووقع من فوق منحدر في كرة معينة وكان هيموت، إلا أن جه حد وأنقذه. ولما عرف أن البطل فقد الذاكرة قال له على فكرة أنت مخطوب والمفروض تتجوز بسرعة بناء على طلب الأمير، وده عشان ينقذ البطلة اللي هو مربيها من أن هي تبقى محظية لأحد الأغنياء، عشان تقريبا العرسان اللي في البلاد خلصوا فمضطرة تبقى زي جارية كده ويحميها من أن هي تنجلس. ولحق البطلة فعلا على آخر لحظة. البطلة بصت للراجل اللي مربيها كده وقالت له هو انت جبت الشاب ده منين؟ قعد يهبد ويقول لها بقى ايه، اصلا ده كان بيخدم في الجيش واتصاب وفقد الذاكرة فتقدري تشتغليه عادي. فالبطلة راحت للامير وقعدت تسرح بيه وتفكروا بذكريات بقى ما حصلتش وقد ايه هما كانوا بيحبوا بعض. فالامير يقول لها بس انا مش فاكر اي حاجة اصلا حصلت ما بيننا. قالت له طبعا عشان فقدت الذاكرة. قال لها كمان وانت مش ستايلي ومش حاسس بحاجة من ناحيتك، مفيش مشاعر. قالت له عادي يبقى فقدت مشاعرك كمان. فين وفين بقى لما وافق ان هو يتجوزها سوري برضو. والبطلة لم تكن تعلم في الحسبان ان هي هتشوف ايام جحيم. فجأة لقت نفسها عايشة مع واحد قليط على الفاضي. لا انا ما كلش من اكلكم ولا اشرب من شربكم، ايه اللبس ده انا ما لبسوش، البيت ده انا ما طقهوش، هو انا الوحيد اللي مش مرتاح؟ البطلة لا كلنا مش مرتاحين معاك اصلا. وفي يوم لقت ان هو جايب عفش جديد لقطه بس وزرع وورود وعمال ينظف في البيت. فقالت له منين ده كله؟ قال لها وانا في السوق لقيت واحد طيب قوي 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 لو شفتيه، وقال لي انا هسلفك تجيب اللي انت عايزه وبادفع بعدين. قالت له معلش هو الراجل ده عنده شمع على وشه؟ لا الله ينور عليك عرفت منين؟ البطلة فجأة شاطت وقالت له استلفت فلوس من راجل بلطجي يا موكوس، ده المبلغ المفروض ترجعهوله تقدر تجيب بيه بيت لوحدك تعيش فيه اساسا. مطته في كذا شغلانة عشان يسدد بقى الدين، لكن كان فاشل وفضحها، مفيش وظيفة راحها غير لما عمل مصيبة والديون كترت عليها. وبدأت ترجع له شوية ذكريات مبهمة ويغمى عليه وهي تعتني بيه وتجيب له دكاترة وتصرف. خلى كل اللي يسوى واللي ما يسواش يشفق على البطلة ان اخرتها تتجوز واحد خيال ما اتى زيه، لا بيهش ولا بينش. طفح الكلب البطلة وخدت الامير للقاضي وقالت له عقد الدين دوت من البلطجي باطل، تسألني ليه؟ حضرتك استغل واحد
معروف انه عقله بعافية شوية من بعد الحرب. جوزي مجنون يا اخوان، والبلطجي ده استغلوا ومضى على العقد عشان ينصب عليه. لا وكمان جابت شهود في القرية اجمعوا ان جوزها ده دماغه في الطراوة، ولسه القاضي هيحكم ان العقد ده باطل وهيترفع الدين عنهم. الا ان البطل لا انا مش مجنون والكلام ده كله تلفيق، وحتى لو انا ما عنديش عقل ده مش مبرر ان انا ما ردش الفلوس ليه. وعلى كمية الاحباط اللي حصلت للبطلة، اللي هو ايه يا اخي انت لو كنت سكت كانت هتتحل المشكلة خلاص. فقال لها لو كل همك الفلوس للدرجات دي وان انت تجمعيها ما كنت اشتغلت محظية في الاول ما تجوزتنيش. فقامت رزعاه قلم وثابته ومشي واختفت لعدة ايام. البطل بدأ يقلق عليها ويسأل اهل القرية، فواحدة قالت له اكيد طفشت من عمي، بس هي في الحقيقة في ايام معينة في الشهر بتروح تقف عند جسر في المدينة على امل انها تقابل اخوها اللي ما شفتوش زمان، والمفروض ان هو وعدها ان هيقابلها هنا في يوم من الايام. ولما رجعت بقى لقت ان البطل بيحاول يشتغل وبدأ يبان عليه ان هو بيغير عليها، وعرفت قد ايه ان هو شبح، لان مرة اتخطفت من عصابة على الرغم ان هم كتير ومعاهم سيوف، الا ان هو بغصن شجرة واحد فرمتهم وطلع متعلم وبيعرف يقرأ ويكتب، ليه مهارات تانية كتيرة، وخلته ينسخ كتب ويبيعوها للمكاتب، وبدأوا يجمعوا فلوس كتيرة اهو، والظهر بيلعب وبقوا فرحانين. وفي مرة بالصدفة لقت اخوها في السوق، مسكت فيه وقعدت تعيط وتقول له انت ليه ما جيتش تشوف وشي لغايه دلوقتي وانت فين ده كله. قال لها هقولك بعدين، بس جهزي نفسك ان انا قريب هاجي اخدك بشنطتك ونهرب لمكان بعيد سوا. في الوقت ده نائب الوزير طلع الشعب ان الامير مات، وكان باعت اخو البطلة يدور عليه ويقتله لو شافه، بس وصل خبر لنائب الوزير ان البطل فقد الذاكرة. وفي عز ان البطلة والبطل اتقربوا من بعض، والامير قال لها لما اشوف اخوكي هتقدملك بشكل رسمي ونتجوز بجد، وكان هما الاثنين طايرين من الفرحة. كان فجأة بقى الدنيا ظلمت ونائب الوزير جاب الجنود وحصر الامير، بس ما تقتلش، خدوه وقالوا له انت كنت فين ده احنا بندور عليك يا راجل، بقى تفقد الذاكرة وتقلقنا عليك يا حبيب والدك. في نفس الوقت اخو البطلة خدها وطلع يجري بيها وصدمها وقال لها ان جوزك ده الامير اللي ابوه خلص على اهلنا واحنا صغيرين، والسبب ان احنا اتفرقنا. البطل لما رجع القصر تاني اكتشف ان هو متجوز بنت نائب الوزير، لا وكمان حامل، فهتصعب عليه جدا اللي هو ازاي سايبها الفترة دي كلها ومقضيها مع واحدة تانية. لكن مقدرش اللحظة ينسى البطلة وراح للقرية تاني. في الوقت ده البطلة كانت بتلم شنطها وبتهرب، لكنه قفشها وقال لها انا مش هسمح لك تمشي. قالت له عايزني ابقى محظية، فراح قال لها ومالي انا الامير واعمل اللي انا عايزه. فكان ردت فعلها ومراتك عارفة ان انت بتتصرمح هنا مع واحدة تانية، بص يا ابني انت متجوز يعني تحرم علي. وراحت عشان تهرب مع اخوها في جزيرة بعيد، لقيت اخوها مجاش اللي هو سبقيني انت وانا هبقى حصلك اصلا ورايا مشوار، لكنها رفضت تسافر وراحت تعيش في بيت لواحد زي محقق كده قريب من الامير وكمان معجب بيها، لغاية لما تشوفها تتصرف ازاي مع حوار اخوها ده. البطل رجعت له شوية ذكريات من هو صغير، واكتشف ان هو كان عارف البطلة دي وبيحبها من زمان، وشافها صدفة عند الشجرة اللي كانوا بتقابلوا عندها وهم صغيرين. ولما راح لها وقال لها البطلة حنت كده وافتكرت ان لما اهلها اتهجم عليهم من قبل نائب الوزير البطلة اتدخل وحاول يدافع عنهم، وفي الوقت ده عرفت هي واخوها يهربوا. بعدها اخوها اتقفش واضطر يشتغل عند نائب الوزير عبد ليه بشرط ان يخلي اخته عايشة.
البطل لاحظ ان الوزير اللي عامل فيها الاب الروحي بتاعه هو اللي حرض على قتله، واللي اثبت له الموضوع اكتر ان البطل لقى مذكراته، عرف ان اتاري ان مراته حامل من اخو البطلة. وعشان نائب الوزير يغطي على الفضيحة دي حاول يقتل الامير ويخلي حفيده الجديد هو ولي العهد. وعشان خاطر عيون البطلة وعارف ان مراته اللي في القصر دي ضحية ابوها، خلاها تهرب بعيد هي واخو البطلة من غير ما يعاقبهم. بس نائب الوزير لما عرف بعت جنود وراهم وقتل اخو البطلة، عمل فخاخ وحاصر الامير ودخل في حوارات كتير لغاية الحمد لله بعد معركة الامير خدها معاه خلصنا منه، فلتذهب روحه في اي داهية. وبعد ما انتهت كل مشاكل الحياة، البطلة قالت للامير انا مش هقدر اكمل معاك عشان بتجمعنا ذكريات سودة، كل ما نشوف وش بعض هنفتكرها. بعدوا عن بعض فترة طويلة والملك هيموت ويجوز ابنه، قعد يبعت له ستات اشكال والوان وهو يرفض. فقام بقى يشوف ايه حكايته بالظبط، ملك يا ابني يكونش معجب بواحده ورفضتك يا خيبتك، انت ازاي اصلا قادر تقف قدامي وترفع عينك فيا؟ وكان هيتشل. فعمل مقلب هو والمحقق واعلنوا تاني ان السنه دي اي عازب في البلد لازم يتجوز. والمحقق بعت رساله للبطل قال له عشان انا بسمع كلام الملك فانا هروح القرية اللي فيها البطلة دي اتجوزها واكمل نص ديني. فالبطل ولع وهو قاعد، لو كان معاه طيارة كان راح بيها. فاول لما وصل البطل هناك، البطلة عملت نفسها تقيلة في الاول، لكن في الاخر القلب وما يريد ما قدرتش تبعد عن الحبيب ورجعوا لبعض تاني. لو مهتمين بالالعاب قناة ديت بتعمل ريفيو عليها، والقناة دي مهتمة وبتعمل اخبار عن الكيب هوب. اما عن اسامي فانز الجميل، اي حسين، احمد، زهراء، بهية، اسماء، عذراء، سلمى، ايمن، وميرنا. اما عن الرسائل، تمنى بتطلب من كل واحد فيكم يدعي لباباها ان ربنا يشفيه، وماما سمر بتقول لمريم وافنان ان هي بتحبكوا قوي، وحبيبة بتقول لاختها سارة انا بموت فيكي وانتي وحشتيني جدا وان شاء الله هنتقابل، وصدقيني هيجي اليوم دوت ونتجمع سوا، انا بحبك قوي يا اختي. وكانت معكم لبنى ماجد ودينا عويضة من قناة كوريا انيو.